بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السكشن 3 يحتوي على 3 مواضيع رئيسية. أولا، ما هو السكشن 3؟ عبارة عن representing graphs، طرق تمثيل الجراف ومعنى الجراف isomorphism. طرق تعريف أو تمثيل الجراف لدينا طريقتين، وهي الأدجسنسي ليست والأدجسنسي ماتريكس. طبعا الطريقة الأولى الأدجسنسي ليست هي عبارة عن أنه نقوم بأخذ كل نود، مثلا نود A، ونقوم بذكر الجيران المجاورين لها، مثلا الـ A جيرانها B و C و E، وهكذا الـ B جيرانها فقط الـ A. طبعا هذا في السيمبل جراف. الـ Undirected، في الـ Directed جراف لدينا مثلا الواحد جيرانه فقط الأربعة، لأنه يخرج منه سهم إلى الأربعة، وهكذا. الثلاثة ليس لها جيران لأنه لا يخرج منها سهم إلى أي نود أخرى، لذلك كانت التيرمينال فيرتكس تبعها 5. الطريقة الثانية الأدجسنسي ماتريكس، وهي عبارة عن مصفوفة، مصفوفة بعدد النودات كأعمدة وصفوف، أي أنه إذا كان لدينا 5 نودات ستكون المصفوفة عبارة عن 5 في 5. قيمة كل عنصر في المصفوفة إما 0 أو 1. متى تكون 1؟ إذا كان الصف مع العمود ما بينهم يوجد توصيل فيما بينهم، مثلا الـ1 والـ3، هنا لدينا الـ1 والـ3، نستطيع رسمها بهذا الشكل، 1 و3، لأنه فيما بينهم ادج، لذلك قمنا بإعطاء 1 القيمة 1. لا يوجد توصيل فيما بين الـ1 والـ5، لذلك كان الـ1 والـ5 عبارة عن 0. أيضا لأنه undirected، 5 و1 أيضا كانت 0. أيضا لأنه لا يوجد لوب لأي من هذه العناصر، لذلك كان عناصر القطر عبارة عن أصفار. إذا كان هناك لوب لجميع العناصر ستكون هذه العناصر واحدات. أيضا بالمثل في الدايركتيد، العنصر A اتصل فقط بالB، لذلك A وB كان 1. العنصر B اتصل فقط بالC، لذلك كان B وC عبارة عن 1. العنصر C اتصل بالA واتصل بالB، لذلك كان 1 و1. طبعا يعتبر هناك مثل السباق ما بين الطريقتين. ماذا نختار لتمثيل الجراف؟ بافتراض أنه لدينا جراف يحتوي على 1000 نود، ستكون المصفوفة عبارة عن 1000 في 1000، لأنه عدد الصفوف لعدد الأعمدة يساوي 1000 في 1000، يساوي مليون مدخل. لكن في طريقة الليست الأدجسنسي ليست ستكون عبارة عن عدد المدخلات يساوي درجة، كما عرفنا ديجري لكل فيرتكس أو لكل نود، عرفنا حسابها في السكشن الأول. سنقوم بحساب الأفريج للديجري كامل، مثلا إذا كان لدينا فيرتكس أو نود الديجري تبعها 1، وفيرتكس أخرى الديجري تبعها 3، أو فيرتكس أخرى الديجري تبعها 5، نقوم بجمعها يكون الناتج 8. يكون الناتج 1 زائدا 3 زائدا 5 على عددهم 3، 1 زائدا 3 زائدا 5 ويساوي 8 على 3 ويساوي تقريبا 3. سنقوم بأخذ الثلاثة كمتوسط،
كأفريج، سيكون 3 في 1000 إذا كان المتوسط مثلا 3 أو 4 أو أي عدد، سيكون عدد العناصر 3 أو 4 في 1000، سيكون الناتج 4000 أو 5000 بحسب عدد، بحسب درجة أو متوسط درجات هذه العناصر. إذا متى نستخدم الـ adjacency list؟ عندما يكون لدينا عدد الإدج قليلة بينما الديجري لكل إدج أو لكل فيرتكس تكون ثابتة. نستخدم الـ adjacency matrix في بقية الحالات. الجراف إيزومورفيزم هو الموضوع الثاني في هذا السكشن. متى نقول أنه الجراف هذا إيزومورفيزم مشابه لجراف آخر؟ لدينا هنا شكلين، الجراف الأول والجراف الثاني، هم متشابهين في مجموعة من الخصائص. سنعرف ما هي الخصائص المهمة لكي نقول أنه هذا الجراف إيزومورفيزم مع الجراف الآخر أو لا. تقريبا متشابهين في الستركشر تبعهم. إذا قمنا مثلا بقلب الـ V4 إلى الأعلى والـ V2 إلى الأسفل، سيكون هذا الشكل مربع كالشكل الذي فوقه تماما. إذا كيف نقوم بحساب أو كيف نقوم بمعرفة هل هذه الشكل إيزومورفيزم أو لا؟ نقوم باستخدام دالة البيجكتيف فانكشن F. okay. from V1 to V2، أي من الشكل الأول من الفيرتكس، من كل فيرتكس إلى الفيرتكس التي تقابلها في الشكل الآخر. مثلا ال U1 نرى أنه يقابلها ال V1، الـ U3 نرى أنه يقابلها الـ V3. إذن الـ FU1 يساوي V1، الـ FU3 يساوي V3، الـ FU2 نرى أنه يقابله الـ V4 FU4. إذن الـ FU2 يساوي V4، الـ FU4 يساوي الـ V2. إذن هذا الشكل إيزومورفيزم. طبعاً كمعلومات نظرية، من الصعب جدا أن نجد خوارزمية تقوم بحساب هذا الشيء، مقارنة جراف مع جراف آخر وحساب إذا كان إيزومورفيزم أو لا. لكن نجد أنه هناك قاعدة يمكننا أن نمشي عليها لمعرفة إذا كان هناك إيزومورفيزم ما بين الشكلين أو لا، إذا كان في تطابق أو تشابه ما بين الشكلين أو لا. طبعا هذه القواعد المهمة هي عدد الـ vertices أو النودز، عدد الـ edges الـ E، أيضا عدد الـ vertices of each degree. اوكي، يعني عدد الديجري، قيمة الديجري تبع كل فيرتايسز، يعني يشترط انه تتشابه الديجري. اذا تطابقت هذه الثلاث الاشياء نستطيع ان نقول انه هذا الشكل إيزومورفيزم مع شكل اخر. هذا يوضح الكلام السابق. اذا عندنا أمثلة نقوم بحسابها. نجد في المثال الأول أنه لدينا الـ G1 والـ H1، نرى أنه الـ E في الـ H1 والـ E في الـ G1، درجة الـ E في الـ H1 عبارة عن 1 ودرجة الـ E في الـ G1 عبارة عن 3، لذلك هذا الشكل not isomorphism. في الشكل الآخر نجد أنه عدد الـ eggs، هنا عدد الـ eggs 1 2 3 4 5 6، بينما في الـ H2 1 2 3 4 5 6 7. إذن عدد الـ eggs غير متطابق، لذلك نقول أنه not isomorphism. بينما في الشكل الأخير
نجد أنه هناك تطابق. لماذا؟ لأن عدد الإيدكس نفسها 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7 متطابق في الإيدكس. أيضا نستطيع أن نجد أنه هناك الـ U1 يشابه الـ V6 حيث أنه لديه 2 إيدكس وهذا لديه 2 إيدكس. أيضا الـ U2 مشابه للـ V3، الـ U2 مشابه للـ V3 حيث أنه لديه 3 نقاط ومتصل بالـ V6. الـ U3 متصل يشابه الـ V4 حيث أنه الـ U3 لديه اتصالين ومتصل بالـ U2، والـ V4 لديه اتصالين ومتصل بالـ V3. وهكذا نقوم بحساب البقية. إذا نجد أن هذا الشكل إيزومورفيز. إلى هنا ننتهي من هذا الفيديو.